تحت رعاية صاحب سمو الملك الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، يطلق برنامج الأمان الأسري حملة توعوية لسلامة الطفل داخل المركبة تحت عنوان الكرسي أولا. طبعا تستمر هذه الحملة لعشرة أيام، وبدأت من تاريخ 20 نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل. لتعرف أكثر عن هذه الحملة معنا الأستاذة تهاني المجحد، مدير عام الخدمات المجتمعية ببرنامج الأمان الأسري الوطني. هلا وسهلا بك أستاذة تهاني. أهلا وسهلا، حياك. طبعا حملة جدا مهمة، ويجب التوعية على هذا الموضوع، وضع كرسي للأطفال. كونك مدير الخدمات المجتمعية ببرنامج الأمان الأسري، كلمينا عن أبرز البرامج الخاصة بالطفل الموجودة ضمن البرنامج. يعطيكم العافية جميعا، سعيدة أن أكون معكم اليوم. الحقيقة برنامج أمان الأسري الوطني فيها عنده كل برامج كثيرة تختص بتوعية الأطفال أو بتوعية مقدمين الرعاية، لكن اللي على سبيل المثال الحين للذكر أنه عندنا هذه السنة اللي هو الثيم اللي هو سلامة الأطفال في المركبات. احنا في كل يوم في كل عام في الموافق 20 نوفمبر بيكون لنا ثيم مخصص في توعية باليوم العالمي للطفل. كان عندنا برنامج اللي هو برامج عن التنمر، وبرامج اللي هو كرت أحمر اللي هو ضد عمالة الأطفال، ومحمل البيضة اللي هو التحرش الجنسي، وعندنا زي ما أنتم عارفين اللي هو من أهم المشاريع اللي هو خط مساندة الطفل اللي هو التوعية المستمرة بحقوق الطفل والاستنجاد لجميع متطلبات الطفل من عمر 0 إلى 18 سنة. فهذا تقريبا بالمجمل، يعني ما حصرتها بس هذا على سبيل المثال أكثر. نعم. من طبعا هذا السنة كانت اختيارنا اللي هو الكرسي أولا اللي هو سلامة الأطفال في المركبات، بناء على العديد من الإحصائيات التي أجريت في هذا المجال ومن خلال تقارير منظمة الصحة العالمية اللي تقريبا صدرت في عام 2018، وكان كثير من حالات الوفاة فوق المليون شخص عالميا تكون بسبب الحوادث المرورية للأطفال من 5 سنوات وما فوق 5 سنوات حتى 29 سنة. وللأسف المملكة العربية السعودية يعني سجلت أعلى معدل من حالات الوفيات بسبب إهمال الأهالي لوضع الطفل وسلامة الطفل داخل المركبة. ويمكن هذا اللي خلانا كثير نفكر في هذا الموضوع ويكون معنا شركاء كثير على أساس أنه نسوي توعية. جدا مهم الوعي أستاذة تهاني، يعني كثير ناس نشوفهم يتهاونون بالموضوع، انه لا يصيح لا يزعجنا، خلوه ركبه في حضنك، حطه جنبك، خلاص خلوه يلعب في السياره على راحته. فهذا الموضوع يعني جدي فعلا، في حياه او موت، والله يحمي الجميع. لكن ابرز الاهداف اللي حطيتوها في هذه الحمله حكينا عنها. سؤال مهم جدا، يعني اول ما حتى فكرنا في الحمله قلنا من الفئه بالضبط اللي احنا بنستهدفها؟ صحيح. ايش هو بالضبط؟ فهو الهدف الاساسي هو توعيه الاهالي كلهم، قدم الرعايه الاسر باليات حمايه الطفل في المركبه في السياره طبعا، ورفع المستوى الوعي في المملكه العربيه السعوديه، استقطاب العديد من الشركات الجهات المختصة بحماية الطفل داخل سلامة المركبات، ويمكن على سبيل المثال نذكرها المرور والجمعيات والمسؤولة عن هذا الشيء، لفت نظرهم إلى أهمية هذا الموضوع. ونفس الشيء واللي هو طرح الفكرة في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، اللي طبعا إقامة توعية، وصول إلى قرارات، تأييد أصحاب الرأي، الحصول على تشريعات قانونية في هذا المجال. فيعني كانت أهم الفكرة التوعية ورفع الأويرنس بالنسبة للأهالي. يعني هذه يمكن أكبر مهمة أن احنا نوصل. هذا لا يعني المجتمع ما هو واعي، في وعي، ولكن زيادة نسبة الوعي بهذا الموضوع وأهميته. فعلا يعني استخدمتم جهات مختلفة ووسائل إعلامية مختلفة لإيصال هذه الرسالة، ولكن كيف كانت أصداء هذه الحملة منذ انطلاقتها حتى الآن؟ الحقيقة زي ما ذكرت قبل شوي أنه معنا 13 جهة مشاركة، شركائنا في الحملة وشركاء النجاح، ويمكن شفتوها أنتم في السوشيال ميديا، ما على سبيل المثال اللي أحصرها لأنه أخاف أنسى. صحيح. بس كان من ضمن طبعا حنا من وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية الحرس الوطني، ومعنا المرور، مركز الملك عبدالله للأبحاث، ومعنا جمعية السلامة المرورية،
ومعانا وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة النقل، الأمانات بشكل عام. ما أبغى أغفل جهة أنساها، بس أنه يعني معانا شركاء كثير على أساس أنهم يفعلون هذا الموضوع في هذا المجال. الحقيقة ما انطرحنا، احنا بدينا بالحملة التشويقية والتمهيدية قبل يوم 20 18 16 و 17 18، كله كانت تمهيد وتشويق للموضوع. يوم 20 أطلقناه بشكل فعلي، مع أنه كان الجي 20 ترى بعده، وكان يعني زخم يعني صعب جدا أنك صحيح. يتوفق بين هذا وهذا، يعني حتى احنا عانينا بكثير من نغطي هنا أو لا نغطي هنا. فبرغم ذلك كثير صار في أصلا، وصل ترند أمس، يعني لو لاحظنا كان ترند الهاشتاج اللي هو الكرسي أولا، أصداء مرة كبيرة، الكل يسأل، الكل متفاعل. عندنا طبعا حنا لما سوينا الهاشتاج اللي هو الكرسي أولا درسناه في مجموعة وقعدنا وسوينا عصف ذهني، إيش الكلمة أو الطريقة اللي ممكن توصل فيها الوعي بهذا الموضوع. فكان جدا ارتفعت النسبة، يعني نسبة أنا أشوف الأصداء مرة كبيرة كانت في هذا الموضوع. فيمكن أنا أتوأم يعني بإذن الله بعد انتهاء الحملة في 30 نوفمبر والورش العمل اللي سويناها، طبعا ودي أعدد لكم، احنا سوينا لقاءات علمية ورش عمل للأهالي وللأطفال وللمراهق، يعني لفئة الشباب استهدفنا فيها، سوينا لقاءات حوارية. هي يمكن شوي الحملة أحيانا أحس أنها يعني أخذت وقت، لكن احنا ودنا نوصل رسالة، خصوصا الحين مع الكوفيد بيكون كل شيء فيرتشوال وما في زي أول ننزل ميدان وتوعي وتسوي كذا. ايضا يمكن كان مهم اشير له، من ضمن المبادره هذه اللي هي توزيع 500 كرسي، هذه بمبادره من احد الجهات اللي هي الراعين للحمله، 500 كرسي للامهات الحديثين الولاده، وحصلت خلال الويك اند بيقدم لها الكرسي ويشرح لها اليه الاستخدام، وبيكون في يعني تمهيدا، لانه زي ما احنا بنشوف برا ما تطلع الام من المستشفى الا معها الكرسي السياره، ويعلمونهم كيف الطريقه ويتاكدوا من سلامته. فاحنا بدانا بهذا الموضوع اللي هو توزيع الكراسي مجانية للحديثين الولادة خلال اللي هي فترة الحملة. باعتقادك أستاذة هاني، هل سلامة الطفل وحمايته، وتحديدا خلينا نتكلم عن حملتنا أو حملتنا خلينا نسميها الكرسي أولا، من حقوق الطفل؟ أكيد طبعا، هذه من أهم حقوق الطفل، لتحقيق حماية الطفل والتأكد من سلامته وإيجاد البيئة الملائمة لسلامة الطفل. فأكيد يعني، وحتى يمكن تكلمت فيها أكثر مرة، يعني بعد تحقيق رؤية المملكة 2030 واللي أكدت على برامج حماية الطفل واستهداف الطفل، ونشوف كثير من المبادرات اللي طلعت في هذا الشأن. قانون اللي استجد وسويناه اللي هو قانون حماية الطفل، ولا زال فيه تغييرات وتعديلات في البلد يعني. فأعتقد أنا أكيد جدا مهم، وحنا لازلنا ماشيين في الخط اللي هو حماية حقوق الطفل بالدرجة الأولى. كيف ردت فعل الناس على هذا المصطلح حقوق الطفل، أنك تحميه بكل الوسائل؟ لما مثلا طرحت هذا الموضوع، كيف شفتي الناس مؤيدة ومعك؟ والله صدمها، يعني الموضوع جدا مهم يعني، واكثر من كم مره وانا يعني في حديث خلال سواء لقاءاتنا او مؤتمرات الملتقيات، دائما انسال هذا السؤال، كيف الريسبونس او كيف تجاوب المجتمع مع حقوق الطفل، وهل هم مؤيدين. انا اعتقد ان المجتمع السعودي زي اي مجتمع اخر بحاجه للتوعيه، لكن هل مجتمعنا واعي؟ انا اعتقد ان جدا واعي، ما هو زي في السابق. الوعي جدا مرتفع، في كثير نسبة وعي عند الأهالي والمقدمين الرعاية بحقوق الطفل بالمجمل وتفاصيلها، قامت يعني صارت أصبح نسبة الوعي ارتفعت بشكل أكبر. طبعا أسباب كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، وعي المجتمع بشكل أكبر لحقوق الطفل، يعني اللي كنا نشوفه في الماضي ما كنا نشوفه الحين يعني. أنا أقول، لكن أرجع وأقول أن المجتمع السعودي زي أي مجتمع آخر، المجتمع الخارج الأوروبي الأمريكي أي مكان، ترى بيسوون حملات توعوية. فستل أنت تحتاج دائما توعي بكل فكرة تحتاج فيها إلى تأييد أصحاب الرأي والوصول إلى قرارات وتشريعات ونشر الوعي المجتمعي بالقضية. بالفعل، ويمكن هذا كان لكم كمان دور كبير في نشر هذه ثقافة حقوق الأطفال والرعاية المقدمة للأطفال عن طريق برنامج الأمان الأسري. أستاذة تهاني، كلمة أخيرة تحبي توجهيها للوالدين أو للمجتمع بأهمية معرفة سبل السلامة
لأطفالهم بصفة عامة؟ بصفة عامة يعني زي ما ذكرتي أنه كان لنا سبق في أشياء كثيرة، التوعية يعني خط مساندة الطفل موجود يعني 116-111 لكل ما يعني بالطفل وشؤون الطفل من الولادة وحتى 18 سنة، في فريق كامل ومؤهل للاستماع للطفل ومعرفة يعني. حتى لو الحين ترى على فكرة احنا مسوين الحين تدريب للستاف بيستقبلون اتصالات حتى لو كان في استفسارات عن الحملة الكرسي أولا أو في الحملات السابقة. فالتوعية بدور خط مساندة الطفل في المجتمع، التوعية بدور الأهالي ومقدمين الرعاية في نشر الوعي، التوعية بدور الجهات الخارجية يعني لا يمكن بس جهة اللي بتوعي، لازم المجتمع كله يكون واعي ومثقف وعارف أن هذا صح وهذا غلط. فمن هذا المنطلق يعني احنا بنمشي إلى نشر دراسات، أبحاث، إقامة ملتقيات، إقامة التفاعل بيننا وبين الأهالي. يعني هذا إذا كان بشكل مستمر أعتقد أن بتوصل الحملة، وزي ما احنا شفنا التواصل الاجتماعي جدا توصلين يعني بطريقة قوية، ويمكن حتى يمكن كاد أشير إلى دور المؤثرين اجتماعيا يعني مرة مهم. الطفل مثلا يعني بهم من يهم، من الأشخاص اللي تهم الطفل، لاعبين كورة، لاعبين كذا، تلقينا بتوصل الرسالة. الأب والأم إيش اللي ممكن يوصل، فعلى طول بتوصل الرسائل من خلال الإعلام. الإعلام الآن صار سلاح قوي جدا في الوصول إلى أي قضية أنت تحتاج الوصول لها بشرط استخدامها بالطريقة السليمة. الطريقة السليمة أكيد يعني. أستاذة هاني احنا نتمنى لكم كل التوفيق ومشكورين على كل شيء أكيد أنتم وكل الجهات المعنية وكل الجهات اللي ساهمت وكل الناس حتى المؤثرين حتى الإعلاميين اللي ساهموا في نشر الوعي وفي أكيد المشاركة في هذه الحملة. شكرا لك أستاذة هاني، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم. العفو. مشاهدينا أكيد مكملين باقي فقراتنا لليوم، لا تنسوا أن تتفاعلون على هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي.